نبتدي بالشباب عشان يقولوا لنا، يعني الشباب هم اللي جابوا لنا الثوره، والنهارده اول يوم انتخابات في تاريخ مصر. اتفضلوا اتفضلوا يا سلمى، اتفضلي يا حبيبتي. هشام اتفضل، بس هو هياخد التعليقات الايجابيه وبعدين هنروح على السلبيه. اتفضلي يا هشام. وانت السلبيه طيب. يعني شويه اتفضلي. دكتور في محمد المصري الفلسطيني العربي بيقول انا بجد نفسي الانتخابات دي ان شاء الله تكون نزيهه وتكون امل مصر في الفتره اللي جايه وننهض بمصر الى بر الامان. في جفاره هذا زمان بيقول لو سمحت يا دكتور انا عايز اعرف ايه رايك في الانتخابات النهارده. في لودي بتقول يا ريت المصريين يقدروا يحددوا الفرد المناسب في الانتخابات المصريه دي ويدوا له صوتهم. في تامر الشرباجي بيقول ارفع صبعك فوق بالحبر الازرق وارفع راسك فوق انت مصري، الانتخابات دي فعلا نزيهه وان شاء الله هنعدي بيها لبر الامان. في احمد سليمان بعت لنا صوره جميله جدا على السايت بتاعنا، طابور طويل قوي، هي الصوره دلوقتي المفروض تظهر معانا. طابور طويل قوي بيوري قد ايه الاقبال الشديد على الانتخابات في مصر. في جمال محمد احمد بيقول ادعو الجميع المسانده في اعلان شكرهم للجيش والشرطه على مجهوداتهم المخلصه بالانتخابات للعبور بها الى بر الامان، ويكون الشعار الشعب يريد شكر الجيش والشرطه. سلمى. معانا يا دكتور تعليقات كثيره جدا من اول اليوم بخصوص انتخابات النهارده. حسين محمود، القياده لابد ان تكون من قلب الثوره حتى لا يعود النظام السابق في شكل اخر او بنفس الاسلوب. سما بهجت، اعتقد ان من راي توبير النهارده على الانتخابات ادرك جيدا ان مشكله الديمقراطيه في مصر لن تكون ابدا مشكله شعب ولكنها كانت مشكله الحاكم. رانا، يا شباب انا لسه جايه من لجنه انتخابات وبجد الانتخابات متامنه كويس جدا من الجيش والشرطه، والناس كلها نزلت متحمسين جدا وكان عندهم وعي وهم يعني عارفين هم بيعملوا ايه وبيدوا صوتهم لمين، دي حاجه مطمئنه جدا. دودو البير بتقول كاتبه من مركز معادن تبريد شبرا للسيدات، بتقول الورق لا جه مختوم ولا ممضي، بيستخفوا بعقولهم بيقولوا لنا هتتختم بعدين، يختموها ازاي والورق هيتحط في الصناديق ولا هم هيغيروا الصناديق بالليل ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ كلنا واحد. لو سمحتي يا دكتوره احنا بنعاني هنا في المطريه، مدرسه احمد عرابي، تحاول بيحاولوا يلعبوا بعقولنا من الصبح واحنا منتظرين الورق، والورق جه الساعه 4 العصر، هل هذا يعقل؟ هاجر عبد الرحمن في مدرسه الحريه الابتدائيه بالنعام، الورق لسه جاي اللي هو برده الساعه 4 العصر، والناس عايزينهم ينتخبوا من غير ما الورق يتختم وده غير قانوني، فيعملوا ايه؟ يعني دي الاسئله اللي جايه لنا لحد دلوقتي، الورق اللي مش مختوم ده الناس تعمل بيه ايه؟ مش مفيش غيره موجود. انا بطلب منك يا سلمى ومن هشام ان انتوا على الهواء يعني تتكلموا مع مشاهدينا على ناس بوك.